أبطال الثالث متوسط، رجعنا وياكم بالمحاضرة الجديدة، المحاضرة الخامسة من الوحدة الثالثة. محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي موافقة الآخرين على الرأي. موافقة الآخرين على الرأي بها حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. موضوع جدا سهل، بس قبل أن نبدأ بشرح الموضوع أنت لازم تجيب الورقة والقلم مالتك وسجل وياي الملاحظات حتى تفهم الموضوع من كل جوانبه، تمام؟ فلازم القلم والورقة وياك. نجي المن إلى الحالة الأولى. أولا هنا أنا عندي ملاحظات، أنا مسوي لك هذا الموضوع على شكل ملاحظات وراح تفهمه بكل قواعد الأولى، الحالة الأولى والثانية. أولا نستخدم بوعلي، نستخدم السو مع الجملة المثبتة، نستخدم وياي اكتب نستخدم السو مع الجملة المثبتة فقط حسب القاعدة التالية. أنت راح تستخدم السو ويا من؟ ويا الجملة المثبتة. أكو عندنا جملة مثبتة، جملة منفية، تمام؟ فهنا أنا راح نستخدم السو ويا من؟ ويا الجملة المثبتة، تمام؟ الجملة المثبتة احنا ذاكريها في محاضرة سابقة، هي الجملة التي لا تحتوي لا على نط ولا علامة استفهام. زين، فتكون جملة مثبتة. القاعدة اللي راح استخدمها مع السو اللي هي راح تكون السو ويا السو زائد فعل مساعد زائد ضمير الفاعل. السو زائد فعل مساعد زائد ضمير الفاعل. هنا عندي الأفعال المساعدة اللي هي اللي راح نحتاجها هنا، الأفعال المساعدة اللي هي الإز والآر والواز والوير، ذني الأفعال المساعدة. ضمائر الفاعل شنو؟ ايش كم ضمير عندنا؟ هسه انت طالب ثالث متوسط، يسألك واحد قال لك ايش كم ضمير باللغة الإنجليزية؟ راح انت راح ما اذا ما تجاوب فهذا الشيء قام كبرى، فانت هنا لازم تعرف ضمائر الفاعل باللغة الإنجليزية اللي هم ايش قد؟ اللي هم سبعة. ضمائر الفاعل هنا راح يكون عندي الهي والشي والإت والذي والوي واليو والآي، لأن سبع ضمائر عندك. فهسه هنا قاعدتنا أصبحت واضحة، عندك السو زائد الفعل المساعد سواء كان إز أو آر أو واز أو وير زائد ضمير الفاعل اللي هو الهي والشي والإت والذي والوي واليو والآي. نجي إلى أول مثال. I am happy to see you. I am العفو am I so neither. باعي شو استخدم لهنا؟ راح هنا نخلي بالفراغ لو سو لو نيذر. هنا طبعا عندك النذر تستخدم مع الجملة المنفية، وراح ناخذها وين؟ راح ناخذها بالحالة الثانية. وين راح ناخذها؟ راح ناخذها بالحالة الثانية. باو علي هسه هنا ايش راح نستخدم؟ ايش راح نختار هنا الاختيار مالتنا؟ الاختيار مالتنا راح ايش يكون؟ راح يكون اللي هو عندك هنا السو، راح يكون الاختيار مالتك السو. ليش السو؟ لان اذا تلاحظ هنا هاي الجملة من الاي لحد النقطة هذه الجملة مثبتة، والسو تستخدم مع الجملة المثبتة، تستخدم مع الجملة المثبتة، وهاي الجملة المثبتة ما قدرت تختار نذر، اختارت شنو؟ اختارت السو. زين، نجي المثال الثاني. I am pleased to meet you using، شوف هسه هنا هذا هاي النقطة الأولى، بالسؤال الثاني فرع بي سؤال اختيارات. النقطة الثانية وين تكون؟ بالسؤال الثاني فرع أي. I am pleased to meet you using استخدم لو سو لو نذر. إذا كانت جملة مثبتة سو، وإذا كانت جملة منفية راح استخدم لها النذر. زين، هسه نجي هنا ايش راح استخدم؟ راح استخدم السو. ليش استاذ استخدمت السو؟ راح استخدم قاعدة السو، لأن من الآي لحد اليو إذا تلاحظ هنا عندك جملة مثبتة، جملة مثبتة، والسو تستخدم مع الجملة المثبتة. شنو القاعدة؟ أنت لازم حافظ هذه القاعدة بالسؤال الثاني فرعي. القاعدة يقول سو زائد فعل مساعد. من هو الفعل المساعد اللي هنا عندك؟ اللي هو الآم، تمام؟ هذا الفعل المساعد اللي هو الآم. أيضا هنا نضيف الأفعال المساعدة اللي راح نحتاجها في هذا الموضوع. سو آم، سو نزلته والآم نزلت اللي هي جبتها من السؤال اللي موجودة، والضمير الفاعل من ضمير الفاعل هنا؟ ضمير الفاعل اللي هو الآن. فصارت الجواب مالتي سو آم آي فقط، سو آم آي. أعيت هنا باو علي I am pleased to meet you using so low neither
هنا انا راح استخدم السو لان هنا انا عندي الجمله مثبته، راح اطبق قاعده السو. قاعده السو اللي هي راح تكون السو تنزل فعل مساعد اللي هو الام انزله، هنا انا عندي لقيته بالسؤال، وانزل ضمير الفاعل اللي هو الام. هنا انا ماكو اي مشكله هنا بالحاله الاولى. عندي هنا أنا ملاحظه يقول، ركز وياي على الملاحظه، هنا يقول في حال عدم وجود براءه علي. هنا انا عندي هاي الملاحظه جدا مهمه طبعا، في حال عدم وجود فعل مساعد، في حال عدم وجود فعل مساعد، اكتبوا وياي في حال عدم وجود فعل مساعد. في الجمله نقترح فعل مساعد حسب فعل الجمله. شنو استاذ نقترح فعل مساعد حسب زمن الجمله؟ نجي احسن نشوف. عندي نقطتين، الاولى اذا كان الفعل مجرد، اذا كان الفعل شنو؟ مجرد. الفعل وين ياتي؟ ثاني كلمه الجمله بعد الفعل، بعد الفاعل. اذا كان الفعل مجرد نقترح دو وياي، اذا كان الفعل مجرد شنو نقترح؟ نقترح دو. واذا كان الفعل بزمن الماضي اي ينتهي، شلون اعرفه بزمن الماضي؟ لو ينتهي بايدي، تمام؟ اي ينتهي بايدي او شال، لازم تحفظ الافعال الشرط. هنا انا راح نحتاج كلش بالفصل الثالث، وبعد هذا الموضوع راح ناخذ الباسيف فويس، فلازم انت تحفظ التصريف الثالث، فترجع الصفحه 40 41 ولازم مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه حتى لو يمكن تحفظ لك خمسه. تمام؟ يعني ذن جدا مهمات. اذا كان الفعل بزمن الماضي اي ينتهي بايدي او شاذ، نقترح منه؟ نقترح الفعل المساعد يا ايش نقترح؟ نقترح الفعل المساعد دت. هسه نجي المثال الاول، هنا عندك I eat a sandwich so لو نذا، هنا راح استخدم شنو؟ هنا راح استخدم السو. ليش السو؟ لان الجمله هنا مالتي عندي مثبته. زين، هنا الجمله، ما الجمله هنا الفعل بايدي، لا متحول شاذ، يعني متحول من المصدر الى الماضي، لا. اذا هنا راح نقترح الفعل من هو؟ هنا عندي اذا كان الفعل مجرد نقترح الفعل، ايش نقترح؟ نقترح الدو. هنا هسه عندي هذا الفعل اللي هو ياتي بعد الفاعل او ضمير الفاعل، هنا عندي لاي، هذا هو الفعل، هذا هنا مجرد. فشو راح يكون الجواب مالتك؟ باو عليك، راح اطبق قاعده، طبعا راح اختار السو، اطبق قاعده السو. ليش تكون قاعده السو؟ سو الفعل المساعد، من هو؟ هنا فعل مساعد ما عندي. مو قلنا اذا في حال عدم وجود فعل مساعد في الجمله نقترح فعل مساعد حسب الفعل. هنا أنا الفعل مالتي مجرد، راح اقترح من هو؟ راح اقترح الدو. فهنا انا ايش راح اقترح؟ الدو. ضمير الفاعل من هو هنا عندك؟ ضمير الفاعل اللي هو الاي، تمام؟ وخلينا عندك قاعده لازم تحفظها وتطبق عليها. هنا أنا ما عندك فعل مساعد، اقترحت عليه حسب من هو؟ حسب الفعل. فعل مالتك هنا اجاك اذا كان الفعل مجرد نقترح دو، واذا كان الفعل في زمن ماضي نقترح شنو؟ نقترح الدد. نجي المثال الثاني، يقول they attend their meeting I فراغ I so do لو so did. طبعا هاي بيا سؤال تجيب سؤال الثاني فرع بي سؤال اختيارات، ودائما يركز على هذا الموضوع، سؤال الثاني فرع بي دائما يجي. باو علي، هسه اول شيء الجمله مالتك مثبته، تمام؟ هاي وحده. زين، راح تقول سو دو لو سو ديد، سو دو لو سو ديد. تجي تشوف هنا الفعل مالتك، هذا الفعل هنا الفعل ايش بيه؟ بايدي، يعني ماضي. اذا كان الفعل بزمن الماضي اي ينتهي بايدي او شاذ، نقترح من هو؟ نقترح الديد. نقترح يا هو؟ نقترح الديد. هسه هنا ايش راح يكون الجواب مالتي؟ راح يكون ديد. عفوا، راح تنزل عندك السو، راح استخدم السو. وهنا راح يكون عندك اختيارات، فانت مباشرة ايش راح تختار؟ راح تختار السو ديد، السو ديد، تمام؟ ما هو علي؟ هنا راح يكون قلنا اختيارات في السؤال الثاني فرع بي، سؤال اختيارات، لذلك انا شو اختاريت؟ اختاريت السو ديد. ليش اختاريت السو ديد؟ لان هنا عندك الفعل مالتك ايش بيه؟ الفعل هنا مالتك بيه. فالفعل بايدي، اذا هنا يقول اذا كان الفعل بزمن الماضي اي ينتهي بايدي او شاذ، نقترح ديد. لذلك هسه انت هنا هاي مو ايدي، فالفعل المساعد من اللي راح يكون؟ راح يكون ديد. ليش ما اخترت هذا الدو؟ لو شايل الايدي ومسوي لي اياها مصدر كان هنا قال السودو،
بس هنا فعل مال تشبيه بايد متحول الى ماضي، لذلك قلت شنو؟ قلت سودت. هاي الحاله لا ما بها اي شيء، تمام؟ هذا هنا قلنا نستخدم السو. طبعا السو ويا من تستخدم؟ تستخدم مع الجمله المثبته، ويا من تستخدم؟ مع الجمله المثبته. وهاي الملاحظه جدا مهمه ودائما يركز عليها وين؟ بالوزاري. اذا في حال عدم وجود فعل مساعد نقترح الفعل المساعد حسب الفعل. كان فعل مجرد تقترح دو، كان فعل ماضي تقترح دت. واضح؟ عندك هاي قاعده السو. نجي الى الحالة الثانية اللي هي هنا نقول ثانيا نستخدم النذر اذا كانت الجملة منفية. اذا كانت شنو هي الجملة منفية؟ حسب القاعدة التالية. شنو القاعدة؟ نذر فعل مساعد وفاعل، نذر فعل مساعد وفاعل. باو عليه هنا. نجي للمثال الاول. I am not afraid of rates. Answer using so لو نذر، تمام؟ انت راح تختار يا اما سو يا اما راح تحل بقاعده السو يا اما راح تحل بقاعده النذر. زين، هسه هنا هاي الجمله مالتك مثبته تحل بقاعده السو اللي هي قاعده السو شنو هي؟ السو زائد فعل مساعد زائد ضمير فاعل. زين، اذا كانت القاعده مالته اذا كانت العفو الجمله مالتك منفيه تحل بقاعده النذر اللي هي شنو؟ نذر فعل مساعد الفاعل. زين، هسه هنا هاي الجمله مالتي مثبته لو منفيه؟ مثبته لو منفيه؟ عافيه، مثبته. شلون عرفتها؟ من خلال وجود النات اللي هي اضافه للفعل المساعد. انتبه وياي هنا. فهنا القاعده راح اول مره راح نطبق قاعده من هو؟ قاعده النذر. هاي مو هنا مو اختيارات، دير بالك من قال لك انسر يوزنج، يعني هنا مو اختيارات. والسؤال الثاني فرع اي ما يجي اختيارات نهائيه، يجي كله مطالب. فرع بي يجي كله اختيارات. باو علي. هنا راح ننزل نذر زين زائد فعل مساعد. زائد شنو؟ زائد فعل مساعد. من هو الفعل المساعد اللي عندك هنا؟ من الفعل المساعد اللي هو الآن، بس هنا أنا مختصر، تمام؟ اللي هو هنا الآن أنا أزله زائد الفاعل. من هو الفاعل؟ الفاعل اللي هو الآن. خلينا واضح، أعيدها. ضو علي. I am not afraid of rates. Answer using so لو neither. رحنا نطبق قاعدة النذر لأنها جملة في حالة النفي. بيا حالة في حالة النفي. شو راح اقول؟ نيذر ام اي، نيذر ام اي. ليش؟ هاي القاعده هنا عندك النيذر فعل مساعد اللي هو الام نزلته، والفاعل اللي هو من هو؟ هنا ضمير الفاعل اللي هو الاي، وخليت نط. ما عندي بها اي شيء. المثال الثاني. I don't mind fears so do I لو neither do I. شو راح تختار هنا؟ هذا السؤال الثاني فرع بي، واللي قلت لك هو جدا مهم هنا، وراح يركز لك بهذا الموضوع على السؤال الثاني فرع بي. تبع عليه هنا. الجمله مثبته لو منفيه؟ منفيه. اذا ايش راح نقول؟ السو فقط تستخدم مع المثبت، سو يا ما تستخدم مع المثبت، والنيذر مع النفي. فايش راح اقول هنا؟ نيذر دو اي. ايش راح اختار؟ النيذر دو اي. يعني اذا بنتجيك بالاختيارات، اذا لقيت الجمله مثبته راح تستخدم قاعده السو، وإذا لقيت الجملة منفية راح تستخدم قاعدة النيذر. قاعدة السو هي السو زائد فعل مساعد زائد ضمير الفاعل. وعندي ملاحظة بالسو، إذا مرات الفعل ما يجي فعل مساعد فلازم أني أشتق الفعل المساعد. شلون أشتق الفعل المساعد؟ حسب الفاعل. حسب الفعل. إذا كان الفعل مالتك مجرد اللي هو يأتي بعد الفاعل الفعل، يعني الكلمة الثانية، اشرح انها نقترح الدو. وإذا كان الفعل المساعد مالتك ماضي، شلون أعرفه ماضي؟ لو تلقى بيد لو متحول شاء، هنا راح نقترح الدو. أما النيذر، قاعدة النيذر فعل مساعد والفاعل. شلون أختار قاعدة النيذر؟ إذا كانت الجملة تحتوي على نات، أي جملة ما فيه. واضح؟ لحد اللي هنا today we finish my lecture، تمام؟ كل ما عليكم الاشتراك في القناة حتى يوصلك كل ما هو جديد، تمام؟ ورابط الملزمة راح تلقاه وين؟ راح تلقاه أسفل الفيديو، تمام؟